بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، الحقيقة كل الأطراف اللي موجودة في القاعة قد ظلمت بهذا الانعقاد. ظلمنا وظلم أصحاب القاعة، أصحاب القاعة الذين تكرموا علينا باستضافة هذا المؤتمر، وجب الشكر لهم ووجب التقدير. الحضور كان من الممكن أن يعاد توزيعه بشكل أفضل لكي نستطيع أن نوصل رسالتنا لأبنائنا أبناء المعهد، وأيضا نتواصل مع زملائنا المحامين وأبنائنا المحامين المشتركين. لكن شاء القدر أن احنا نجلس بشكل يعني منخفض، فلا أنا عارف أشوف المحامين ولا المحامين عارفين يشوفوني، لكن في النهاية هتسمعوني. الحقيقة المحاماة، وأنا هنا بتحدث بداية لأبناء المحامين أبناء معهد المحاماة، إحنا في مرحلة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. أنتم الآن في بداية وفي مستهل عملكم بالمحاماة. المحاماة وأعتقد أن القائمين على إدارة شؤون المعهد قد وصلوا إليكم الفكرة الأساسية أن المحاماة ليست وظيفة وليست حرفة وليست كأي مهنة من المهن. المحاماة رسالة لها قيمة عليا، تتعامل مع كل المبادئ السامية في المجتمع، تتعامل مع كل القيم الكلية في المجتمع، لا تقبل التجزئة ولا تقبل الانفصام ولا تقبل التبعيض، لكن تقبل التعامل الكلي بالشفافية الكلية. المحاماة من وجهة نظري ووجهة نظر كل المحامين أنها فروسية، ولا يمكن للمحامي إلا أن يكون فارسا. والفروسية تعني أن يتخلى المحامي عن استخدام أي أدوات من أدوات الخداع والغش التي يمكن أن يدخلها المحامي على موكليه أو حتى على خصومه. وأنا أقول أن المحامي ملتزم بالقسم أن يعمل بالأمانة والشرف، والأمانة والشرف تعني الالتزام بعدم الخداع. لا تخدع موكلك مهما كانت أخطائك ومهما كانت النتائج ومهما كان ما توصلت إليه. أيضا ليس مطلوب منك أن تصل إلى استرداد حقوق موكليك أن تخدع الآخرين أو أن تغش الآخرين أو أن تتحايل على الآخرين بوسائل غير مشروعة. المحاماة تعني أن تواجه بالقانون مواجهة حقيقية لتصل إلى حقوق موكليك دون أي تنازل ودون أي خضوع ودون أي خنوع ودون أي تراجع. لكن الحق في مواجهة الباطل، لا تدافع عن الباطل حتى ولو كان موكلك على باطل. المهم هو أن تقتنع بما تقدمه من أداء ومن واجبات ومن التزام. عليكم أيضا أن نؤكد أمامكم ولكم أهمية الحوار المحترم، وأن تبدأ القضية باحترام الذات. المحامي عندما يحترم نفسه سوف يفرض هذا الاحترام على كل الأطراف، سوف يفرض الاحترام على كل الجهات التي يتعامل معها. أما إذا تخلى عن هذا الاحترام لذاته بالقطع سوف تسقط عنه هذه القيمة وهذا الاحترام، لأنه من لا يحترم نفسه لا يحترم أحد. والاحترام لا يبدأ باحترام الكبير، وإنما الاحترام يبدأ باحترام أصغر الموجودين المتعاملين معك. أنت ملزم أن تحترم الحاجب وأن تحترم الجندي وأن تحترم المواطن قبل أن تحترم رئيس المحكمة وقبل أن تحترم مدير الأمن. هم على سواء في الاحترام، لأن ذلك قيمة لك، لأنك إن جزأت هذا الاحترام وقصرت احترامك على الكبار فقط دون الصغار من المجتمع تكون قد دخلت دائرة النفاق ودائرة التملق وليس دائرة احترام النفس التي تبدأ فيها وتبدأ معها. أيضا الاحترام يلزمك أيضا أن تتعاملوا مع بعضكم البعض باحترام. لدينا بعض المسالك الغير صحيحة والسلوك غير القوي في تعامل بعض المحامين مع بعض المحامين في غرف المحامين أو في صالات المحاكم أو في غير ذلك من الأماكن. إحنا شايفين تباصد أو بنشوف بعض التباصد المخل في تعامل المحامي مع زميله، في تعامل المحامي مع موكليه، في تعامل المحامي حتى مع خصومه. التجاوز غير مطلوب حتى ولو كان على سبيل الصداقة.
مش مطلوب منك وانت في غرفة المحامين انك تسب زميلك حتى على سبيل الدعابة، ولا ان ترفع صوتك بشكل غير لائق، ولا ان توجه اليه الفاظ غير لائقة، لان ذلك سوف يسمعه وسوف يسترق السمع من يمر امامك ومن يمر خلفك ومن يمر امام غرفة المحامين، لينقل للكافة ان المحامين لا يحترمون بعضهم البعض. ايضا لا تتخلى، هذا الاحترام لا يجعلك ان تتخلى عن المسافة التي يجب ان تتركها بينك وبين كل الاطراف. عندما تتخلى عن هذه المسافة فانت تسقط المسافة التي تصل بك الى محطة الاحترام. المحامي اللي يتباسط مع الموظف او مع القاضي او مع وكيل النيابة فيهزر فيتهزر معاه فيصل الى اسقاط هيبته امامه، ليس من حقه ان يعود الينا شاكيا من اعتداء موظف عليه او جندي عليه او امين شرطة عليه او ضابط عليه، لانه قبل وتنازل عن المسافة، مسافة الاحترام بينه وبين كل الاطراف، وبالتالي هذا التخلي عن هذا الاحترام هو الذي يسقط هيبتك ويسقط قيمتك ويجعلك في دائرة الحراك او الحراك غير الايجابي الذي يضعف من موقفك ويضعف من هيئتك كمحامي يليق بأن تكون في صفوف المحامين المحترمين. هذا باختصار بعض الذي أريد أن أوصله لحضراتكم. أيضا أؤكد لحضراتكم أننا نسير في منهج جديد في نقابة المحامين. لا مكان بيننا الآن لغير المشتغلين. أمامكم فرصة القيد طبقا للقانون الجديد سنتين. سنتين ومهلة 6 شهور. اللي مش هيتأيد فيها هيسقط قيده بقوة القانون. اللي مش هيشتغل فيهم هيسقط قيده بقوة القانون. فإن كنت راغبا في الاشتغال بالمحاماة يجب أن تدرك كل هذه الحدود وكل هذه الضوابط. أما إذا كنت تريد أن تجعل من المحاماة أو من نقابة المحامين محطة من محطات الترانزيت وعدم النية للاستمرار في أدائك للمحاماة، فأنا أنصحك أن تتخلى من الآن عن المحاماة، وأنصحك من الآن أن تخرج حتى لا تنفق، وحتى أيضا لا تضعنا في إشكالات غير مقبولة وإشكالات أيضا لا يجب أن نكون في أدائها. فأرجوكم أن تحرصوا على مواعيد قدكم وعلى مواعيد تدريبكم وعلى مواعيد معهدكم، لأن هذه مواعيد أصبحت الآن نظامية وأصبحت الآن من النظام العام لقانون المحاماة التي لن نتخلى عنها، وسوف نحرص على تأكيدها خلال المراحل القادمة. يبقى في هذا المناخ الصعب والحضور الصعب اللي احنا فيه ان انا اتكلم في بعض المحطات العامة لزملائنا وابنائنا المحامين. احنا كل يوم عندنا معركة، كل يوم عندنا قضية، كل يوم عندنا اشكالية. كان عندنا اشكاليات كبيرة بدأت بالحالة الاقتصادية لنقابة المحامين. كنا قد وصلنا في يوم من الايام الى انه رصيد نقابة المحامين صفر، وانه في عجز عن سداد استحقاقات النقابة لدى جهات نتعامل معها مثل المستشفيات ومثل الكهرباء ومثل التأمينات الاجتماعية وغيرها. كان في حالة تعثر من هذا السداد، استطاع مجلس نقابة المحامين على مرحلتين انه يعيد التوازن الاقتصادي لقوام نقابة المحامين، الى ان وصلنا اليوم باختصار بهذا الذي وصلنا اليه الى ان هناك فائض يصل الى حوالي 600 مليون جنيه فائض في موارد نقابة المحامين. هذا الفائض مش لان احنا بنحطه علشان نواهي بيه او علشان نقول احنا عندنا فلوس، لا، الفائض ده اصبح جزء من الانفاق العام على كل مداخيل او كل مصروفات نقابة المحامين. فوائد وعوائد هذا المبلغ اصبحت هامة في حساب المعاش، اصبحت هامة في زيادة العلاج، اصبحت هامة في الزيادات التي اقمناها على المعاشات السابقة على صدور قانون الجديد. احنا لما انعقدنا في الجمعية العمومية اللي فاتت اقرينا زيادة المعاشات، اقرينا 3000 جنيه حد اقصى، اقرينا حد ادنى 1000 جنيه، اقرينا زيادات لكل الحسابات القديمة، كل المعاشات القديمة من 15% الى 35%. ايضا احنا عملنا ده واحنا مدركين اهمية ان احنا نعيد النظر في المعاشات القديمة كما نعيدها في كل المعاشات القديمة، لكننا لا نستطيع طبقا للقانون أن نؤدي معاش اليوم لمعاش الأمس، إنما نستطيع أن نرفع من معاش الأمس
لكي يكون هناك نوع من انواع التوازن في مدخلات المحامين. ايضا قررنا قرارا هاما في الجمعية العمومية، وهو انه احتفاظ اصحاب المعاشات بكامل قيمة المعاش المستحق لحساب أسرة المحامي كاملة دون نقصان، بمعنى أن المعاش المقرر للزوجة والأبناء إذا خرج الأبناء من المعاش يظل نصيبهم في المعاش موصولا إلى الوالدة أو إلى الأم أو إلى الأرملة القائمة حتى آخر لحظة في حياتها، وبالتالي تصبح قيمة المعاش غير منقوصة أو غير متناقصة، بل تخضع لزيادات إحنا قررناها، يعني في زيادة دورية، يعني في زيادة دورية احنا عاملينها من حوالي 3 أو 4 سنين 5% كل سنة، تخضع هذه المبالغ ايضا لهذه الزيادات، وبالتالي احنا حريصين على حماية الواقع الاجتماعي للمحامين بعد المعاش. معاش الدفعة الواحدة مقرر ايضا في حالتي العجز الكلي وفي حالة الوفاة لأسرة المحامي تتصاب وتطبق عليه ذات القاعدة وذات الضوابط الموجودة. لأول مرة وأنا أقول هذا مباهيا أمام كل النقابات أن نظام العلاج النقابي لنقابة المحامين أعلى نظام علاجي في كل النقابات، إحنا مش أعلى معاش بس بين كل النقابات، لا إحنا أعلى معاش في كل المعاشات. الآن نمرة 2، إحنا أعلى نقابة تساهم مع أعضائها في تقديم خدمة العلاجية لكل أبنائها. إحنا بنقدم الأرقام لما بنقول 30% في الجراحات العادية، 50% في الكانسر وفي القلب المفتوح، 150 ألف جنيه في زراعة الكبد، بنقول ده واحنا فخورين ان احنا بنقدم هذه المبالغ لحساب المحامين، لان ده دور نقابة المحامين. هذه الارقام مش موجودة في اي نقابة اخرى، نسبة مساهمة المحامين فيها 90 للمحامين، النقابة فيها 90% والمحامي 10%. ايضا نباهي بين كل النقابات في انه ما فيش نسبة مساهمة تزيد على نسبة مساهمة نقابة المحامين أو حتى تقترب منها. أعلى نسبة مساهمة في كل النقابات حوالي 70%، أعلى سقف بياخده العضو النقابة المهنية في غيره، حتى في الأطباء وفي المهندسين وفي الزراعيين وغيره لا تتجاوز 20 أو 25 ألف جنيه في السنة. وبالتالي إحنا فخورين بما نقدمه من برنامج علاجي لصالح المحامين، لكن ده أيضا مش هو كل أملنا ولا كل أمانينا. نحن نستهدف تقديم أعلى خدمة أيضا متتالية وأعلى إمكانية أيضا عندما تسمح الظروف، عندما تسمح الظروف، عندما نضبط موارد نقابة المحامين الانضباط الصحيح اللي يجعلنا نؤدي واجبنا بثقة. بعض المحامين كانت بتسأل طب احنا ليه ما رفعناش المعاشات إلى أكثر من 3000 جنيه؟ وليه ما رفعناش الحد الأدنى إلى أكثر من 1000 جنيه؟ لأنه مواردنا حتى الآن الاكتوارية لا تسمح إلا بهذه الزيادة، ولا تسمح بأن نقدم على مغامرة بزيادة غير محسوبة. القانون وضميرنا المهني يمنعنا أن احنا نؤديها، القانون بيمنع ويقول لازم خبيرين اكتواريين هم اللي يقولوا المعاش يزيد قد إيه وبكام وليه، وده اللي تقدم أمام حضراتكم في الجمعية العمومية. ضميرنا المهني أيضا يلزمنا أن احنا لا نقدم مبالغ دعائية تفرح المحامين اليوم وتسعدهم ساعة، لكن سوف يدفعون ثمنا باهظا لتكلفها عندما تمر السنين أو يمر الوقت المتتالي لمثل هذه الأزمات. نحن حريصون كل الحرص على أداء التزاماتنا وعلى أداء واجباتنا أمام المحامين وأمام كل زملائنا علشان نقدم ما يمكن أن نقدمه. نحن الآن نفعل نظام الدمغة الجديد بشكل أكثر انضباطاً وبشكل أكثر تحكماً وبشكل أيضاً يحمي موارد نقابة المحامين التي نقدمها لكل الأطراف، زي بالضبط ما وصلنا إلى فكرة سداد أتعاب المحاماة مقدماً اللي أغضبت بعض المحامين، وأنا حتى أنا غضبت من غضب بعض المحامين لما احنا قررنا في القانون او تقرر في القانون ان تحصل اتعاب المحاماه مقدما عند قيد الدعم. وقلت للذين يعني يتطايرون علينا بالانتقاد في هذه القضيه، قلت انتم بتدفعوا كل حاجه مقدما، لما جينا نتكلم على صندوق معاشات نقابه المحامين ومورد يخص المحامين بدانا نسمع الفزلكه التي لا طائل منها ولا دافع. المحامي بيدفع رسم نسبي
عند قيد الدعوة، بيدفع صندوق القضاء عند قيد الدعوة، ولما بيكسب القضية بيعود على ما وصل إليه أو ما تم سداده على الخصوم اللي خسروا الدعوة. إذا كان قد خسرها انتهى الموضوع وسدد ما عليه من استحقاق. كسبها بيعود إلى الخصم لينال منه النصيب الذي دفع أو سدده من استحقاقات. أتعاب المحاماة بنفس الطريقة أضيفت لها الآن وبذات الحكمة، وبالتالي إحنا حريصين. إحنا النهاردة موارد أتعاب المحاماة بتصل ساعة بساعة، الساعة 12 ونص كل يوم بيدخل حساب نقابة المحامين وصندوق المعاشات المبين في الاتفاق مع وزارة العدل، كل يوم بيدخل مواردكم من أتعاب المحاماة لصالح صندوقكم ولصالح معاشاتكم ولصالح علاجكم ولصالح كل الموارد المتاحة. ده انتصار احنا فخورين بيه، وده اعتزاز احنا فخورين بيه، كنا بنحلم بيه من زمان عند خدع. انما اللي يتكلم يقول لك وليه اصلي لما اجي اعمل في الاستئناف وانا كاسب الدعوه ادفع تاني؟ يا سيدي ادفع وموكلك هو اللي هيدفع، ولما تكسب قضيتك ارجع في الاستئناف، ارجع على الخصم وخد الاتعاب اللي انت دفعتها. اشمعنى اتعاب المحاماه اللي احنا بنتكلم عليها او بنوجه لها سهام الانتقاد دون مبرر؟ في حالة من حالات الانتقاد العشوائي، الانتقاد غير المبرر إلا للوصول إلى إنه يعني إحباط، يعني إحباط الهمم والعزائم، في إن إحنا نتكلم فيه وخلاص، نتكلم فيه ضريبة القيمة المضافة، ده القيمة المضافة النقابة سلمتنا للضرايب، سلمتك إزاي؟ وإحنا اللي حطينا قانون القيمة المضافة، قانون القيمة المضافة قانون زي أي كل قانون، صدق. كل الدنيا ملزمه بيه الا نقابه المحامين. نقابه المحامين هي الجهه الوحيده اللي استثنيت هذا القانون، واستثنيت في اكثر من موضع. استثنيت لما القانون يقول اللي ما يقدمش اقرار يتحبس، واللي ما يدفعش كل شهر يتحبس، واللي ما يسددش ال 10% يتحبس. وانا بقول لحضراتكم بموجب البروتوكول اللي احنا موقعينه مع وزاره الماليه، ولا محامي اتحبس ولا محامي مهدد بالحبس، وهو لا يدفع القيمة الكاملة للقيمة المضافة. القيمة المضافة قيمتها 10% من إجمالي الدخل. أنت بتدفع عند قيد الدعوة 20 جنيه و40 جنيه و60 جنيه، دول 10% من قيمة الدخل؟ لا، مش 10% من قيمة الدخل. إحنا استطعنا أن نسقط مناطق حادة جدا في القانون ونطوعها لصالح المحامين. إحنا حققنا انتصار بقانون في ببروتوكول القيمة المضافة اللي في النهاية بيساعد المحامين على أداء واجباتهم وأيضا على سداد التزاماتهم القانونية اللي إحنا منتظرين حتى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا. إحنا الآن عندنا طعن في المحكمة الدستورية، يمكن المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية هذا القانون ستنقض الدنيا، لكن افرض المحكمة الدستورية أقرت دستورية القانون، هنضطر نتعامل مع هذا القانون بأخف وبأقل الأضرار الممكنة أو المتاحة. وبالتالي لا أقول للذين يروجون ضد نقابة المحامين الترويج العشوائي والتقويض العشوائي لأداء نقابة المحامين كفى مثل هذه المحاولات، لأنها غير مجدية. قدموا لنا أنتم مشروع، قدموا لنا أنتم فكرة، قدموا أنتم مقترح. اللي بيدعوا أن هم متضررين من أداء نقابة المحامين يقول لنا يزودوا معاشات النقابة ازاي، يقولوا لنا نزود العلاج عن اللي احنا عملناه ده ازاي، يقولوا لنا هم مع تنقية الجداول ولا ضد تنقية الجداول، يقولوا لنا هم مع التعليم المفتوح ولا ضد التعليم المفتوح، هم مع الدبلومات ولا ضد الدبلومات. لازم الناس دي تعلن رأيها، الناس اللي وقفت في المحاكم ضدكم وترفع دعاوى ضدكم علشان تدخل دبلومات الصنايع والتدبير المنزلي في نقابة المحامين، هم دول اللي وقفوا ضدكم لما نقيتوا جداول نقابة المحامين من غير المشتغلين واللي مش موجودين في العمل في دائرة العمل بشكل مطلق وبشكل نهائي. النهارده ده على الفيس صفحاتهم بتقول احنا الفرق بيننا وبين المحامين المشتغلين احنا كنا بندفع الاشتراكات بس، احنا هم بيشتغلوا واحنا ما بنشتغلش. طب لما انتوا ما بتشتغلوش مطلوب نديكوا خدماتنا ليه؟ نديكوا معاش المحامين ليه؟ نديكوا علاج المحامين ليه؟ أموال المحامين وعلاج المحامين ومعاش المحامين للمحامين المشتغلين دون سواه. هذا هدف لن نتراجع عنه ولن نتهاون فيه ولن نفرق فيه مهما كانت النتائج ومهما كانت الحسابات الانتخابية، لأنه اللي بيراهن
على انه اللي ادير من قرارات التنقيه هم دول اللي هينجحوه. واهم اللي هيحمي نقابه المحامين المشتغلين، واللي هيرفع رايه نقابه المحامين المشتغلين، واللي انصفنا وانصف نقابه المحامين هم المحامين المشتغلين، مش غيرهم، لان غير المشتغل ما عندوش علاقه بالمحاماه، ملوش علاقه برساله المحاماه ولا بدور المحامي ولا بتاريخ المحاماه ولا بماضيها ولا بحاضرها ولا بمستقبلها، لانه اصلا لا يعتني او لا يرغب ولا يريد الا الكارنيه، هو عايز مجرد كارنيه يبقى في جيبه علشان يستخدمه عند اللزوم، يستخدمه عند الاشكال، يستخدمه عند المعاش، يستخدمه عند العلاج، لكن عند العطاء هو لا يعطي ولا يساهم مثلما تساهم، ولا يقدم لا دمغه محاماه ولا اتعاب محاماه، انما يؤدي فقط الاشتراك السنوي الذي هو في مجمل مصروفات نقابه المحامين لا يساوي كثيرا ولا يسدد حتى الاستحقاقات الاداريه عن شؤون نقابه المحامين. الحاله اللي احنا مقدمين عليها، احنا ضبطنا ايقاعها، وضعنا قانون بيقول مجلس النقابه بيضع الضوابط كل سنه وبيراجع كل سنه وبيقدم شروط القيد وشروط التدرج كل سنه، وايضا وضع ضوابط لمساله التعليم المفتوح وانهى فكره الدبلوم، واجاز فقط وصول حمله الثانويه العامه السابقه على ليسانس الحقوق لكي تقدم في نقابه المحامين وتنضم لنقابه المحامين. احنا هنقدم ده وبنضع له ضوابط وجداول وامكانيات، ان شاء الله قريبا جدا هنطبق هذا الفصل اللي احنا تراجعنا عنه او اللي احنا بنطبق عليه استحقاقات قانون المحاماه. قانون المحاماه قدم جديد، لانه واحنا بنتكلم عن المحاماه الرساله القيمه لازم يبقى نقابه المحامين اكاديميه. والاكاديميه دي هيبدا من 2021. الاكاديميه دي يا اخوانا هي اللي هترفع من قدر وقيمه وقامه المحاماه وتضعه في مكانها المناسب. لانه مش هينضم لنقابه المحامين الا اللي امضى سنتين في اكاديميه المحاماه. وبالتالي سوف يكون الحصول او التقدم لنقابه المحامين اكثر عسرا من التقدم للنيابه العامه او للقضاء. وسوف نفخر في يوم من الايام ان الانضمام لنقابه المحامين شرف اعلى من شرف الانضمام للقضاء ومن النيابه. لن يقل عنه، لكننا سوف نتمتع بميزه غير مسبوقه بهذه الاكاديميه اللي هتجعل للمحاماه وزن مختلف عن الاوزان التي عشنا فيها فترات معينه، تعود نقابه المحامين الى دربها والى طريقها القويم الصحيح. دي باختصار هي دي ضوابطنا، وهي دي قواعدنا، وهي دي ثوابتنا، وهي دي الاسس اللي احنا متمسكين بيها. احنا حريصين ايضا واحنا بنشتغل في الشان العام لضبط نقابات المحامين اننا نحقق استحقاقات النقابه الفرعيه. ولما نقابه كفر الشيخ تتكلم عن مقر، احنا عايزين مقر نقابه كفر الشيخ، واحنا ما تخلفناش لما قالوا عايزين نشتري شقتين في مكان ما دفعنا ثمنهم واشتريناهم. قالوا وحشين ومش هينفع عايزين نشتري ارض، قلنا موافقين وطلعنا قرار بشراء الارض. حدث مشكله في سند ملكيه البائعين وفي مشاكل في انتقال الملكيه فتعثرت شركه الارض. الان في مشروع اخر مطروح مرهون الموافقه عليه بعده ضوابط، مرهون بانه يكون هناك توازن بين القيمه التي سوف ندفعها ثمنا لهذا المكان وبين العائد الذي سوف يعود على المحامين، سواء العائد المتعلق بالمقر او العائد الاقتصادي والمردود الاقتصادي من الملايين التي يمكن ان تدفع في اي مكان. لا يمكن ان نقدم، لا يمكن ان نقدم على شراء شيء ليس له مردود اقتصادي ومردود مهني. مردود مهني يحقق الغايه المهنيه اللي احنا عايزينها، ومردود اقتصادي يجعل هذه الملايين ذات عائد يصب في صندوق المعاشات والرعايه الاجتماعيه. كل هذا ما سوف يكون محل دراسه. لا نستطيع ان نعد مسبقا بالموافقه على مشروع بعينه الا بعد تقديم الدراسه الجاده والموضوعيه لكل ما يقدم. لذلك اقول اننا مع حق نقابه كفر الشيخ في ان يكون لها مقر
ونقابة وأن نتشاور في كل ما يخص هذا الحق من ضوابط ومن قواعد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.